بإمكانات يمكن وصفها بالمتواضعة وبجهد شخصي، تمكن المهندس اللبناني علي حجازي من ابتكار حل لأصحاب الإعاقات الحركية وللذين يعانون مشكلة الشلل الرباعي والنصفي، وذلك من خلال هذه الكرسي التي تعمل وفقاً لحركة العينين. الفكرة التي بدأها علي كمشروع للتخرج، قرر أن يتبعها بخطوات عملية كي تصبح جاهزة وقادرة على خدمة هؤلاء الأشخاص. اقترح هذا المشروع التخرج وأنا أخذته على عاتقي أنه أنا خلصه، والحمد لله كنت عم بشتغل فيه لحالي بلا مساعدة أي حدا، وأخذ معنا شغل بحدود 4 أشهر وقدرنا نوصل لهذه النتيجة اللي مطلوبة. مين المستهدف فيها بدرجة الأولى؟ أكيد نحن عاملين للأشخاص اللي عندهم شلل رباعي أو للأشخاص اللي لا سبب ما بطل عندهم إيدين أو إجرين يقدروا يمشوا، صاروا مقعدين فعم يقدروا يستخدموا هيدي الكرسي لا يقدروا يشتغلوا فيها طبيعي. شو يعني هي عشو بترتكز أكتر شيء؟ يعني شو فكرتها الأساسية؟ بترتكز على حركة العين، يعني أنا بس حرك عيني أكيد عضلة العين هي اللي بتحرك الكرسي، فهيدي العضلة بس تعطيني كهرباء، أخذنا نحن هيدي الكهرباء وعلى أساسها شغلنا الكرسي. الاختراع سابقة في لبنان والعالم من حيث التقنية المستخدمة فيه، لا يعول علي كثيرا على دولة غارقة بالأزمات والنفايات، ولكن لديه أمل في أن تتبنى الدولة اللبنانية وتدعم هذا الاختراع. هلا احنا كأول خطوة يعني إن شاء الله ندعي وزارة الاقتصاد اللي هي الاقتصاد والتجارة أنه أول شيء عم نسجل هذا المشروع أكيد باسمه كان لبنان عملت هذا المشروع، وتاني شيء نطلب أكيد أنه إذا في ممكن يمكن دعم من الدولة أو دعم من أي جهة ممكن تكون خارجية مثلا حتى تقدر تدعمنا إذا الدولة اللبنانية ما بدها تدعم الشباب، ما بدها تدعم. تعتقد ما بدها تدعم؟ متأمل أنه تدعم الدولة اللبنانية؟ ما بعرف هيك بدنا نسألهم. ومع اكتمال المراحل البدائية لهذا الابتكار وإلى حين تبني الدولة اللبنانية له، يبقى علي واحدا من هؤلاء اللبنانيين الذين تألقوا بإبداعاتهم والذين لم تمنعهم أزمات لبنان من تحقيق إنجازاتهم وطموحاتهم. ناصر بلوط، قناة الجديد.